أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في قول الشيخ رحمه الله: وهذا الاختيار العام في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته، إلى آخر كلامه. والسؤال: ما هو الاختيار العام وما هو الاختيار الخاص؟ اختيار العام اختيار الملائكة واختيار الرسل عموما، ثم اختار أيضا من المختارين من له ميزة. المختارون أيضا يتفاوتون في الاختيار، بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهم كلهم مختارون. نعم.